حضرتك قلت بعد توليك الوزارة بعام تحديدا في أكتوبر 2005 التقيت البرادعي في فيينا ونقل لك رغبة إيران في عودة العلاقات مع مصر وتسوية الأمور العالقة، هل نقلت هذا الأمر إلى مبارك في هذا التوقيت؟ طبيعي، يعني هي فكرة العلاقات المصرية الإيرانية فكرة مش جديدة. بعض الناس كانت تتحدث عن الحاجة لبناء جسور مع إيران. بالتأكيد وزارة الخارجية المصرية وأعتقد عدد طيب من وزراء الخارجية المصريين كانوا من المؤمنين بهذا، لأن المدرسة الدبلوماسية المصرية تؤمن بضرورة حشد إمكانيات إسلامية إقليمية تحقق لهذه الدول ولمصر وللقضية الفلسطينية أهدافها. أنا شخصيا دائما ومنذ صغري كنت من المؤمنين أنه يجب بقدر الإمكان أن نجتهد لكي نجمع مصر وتركيا وإيران في إطار واحد. بالتأكيد طبعا في الشق العربي، المملكة العربية السعودية، سوريا، دول لهم تأثيرهم، لكن أنا بتكلم على هذه القوى الإسلامية الإقليمية غير العربية اللي هم إيران وتركيا. دائما المبدأ هو أن احنا نسعى لإقامة علاقات قوية معهم. أنا همر الحقيقة مر على تركيا لوحدها وإيران لوحدها وانطلاقا مما جاء في الكتاب، فبالتالي حضرتك يعني عاوزين بس إيه نستخدم على التركيز على إيران. لا انا عاوز بس لما قلت لحضرتك عدت لمبارك وقلت له على فكره لا طبعا قال لي ايران تريد عوده العلاقات، ماذا قال؟ ومش بس قلت له كده والفكرة البرادعي ابعتوا لهم مندوب موثوق فيه يستطيع ان هو يقيم هذا القدر من الحوار، وراح مرشح لي الدكتور برادعي، رشح لي الدكتور مصطفى الفقي، لان مصطفى الفقي كان سفير مصر لدى فيينا لدى النمسا، والدكتور البرادعي كان مقيم في النمسا، وبالتالي صلته وعلاقته ومعرفته بقدرات الدكتور مصطفى الفقي يعني لصيقة.